ثم أما بعد، فإننا بحول الله عز وجل نستفتح مقدمة عامة حول سورة البقرة. هذه السورة، سورة البقرة، التي هي أطول سورة في القرآن الكريم، والتي بها أطول آية في القرآن الكريم، آية المداينة في أواخرها، هي سورة مدنية. ومعلوم أن طبيعة القرآن المدني طبيعة تشريعية تتعلق بأمور الحلال والحرام في أكثر تفاصيلها، إلا أن هذا لا يعني ألا يكون بها آيات من القصص ومن العقائد، وبها من ذلك آيات ليست بالقليل، وإن كان التشريع هو الغالب على بعض أحزابها. نقف أولا مع هذه التسمية البقرة، وهذا شيء مهم جدا، أي أسماء الصور. فليس عبثا أن يسمي الله عز وجل صورة باسم ما، مع العلم أن أسماء الصور أمر توقيفي وليس اجتهاديا. يعني الأسماء ديال الصور ماشي الناس هما اللي اخترعوهم، أو الصحابة أو الفقهاء والقراء اتفقوا وسموا الفاتحة فاتحة والبقرة بقرة وآل عمران آل عمران إلى آخره، وإنما هي أسماء نزلت من السماء كما نزل القرآن، فهي توقيف من الله عز وجل. ولأن الأمر كذلك فلا يكون هذا الاسم إلا جامعا مانعا لكل مقاصد هذه الصورة، يعني جميع الأغراض التي صيغت في سورة البقرة مضمنة في هذا الاسم البقرة. قلنا قبل قليل البقرة الصورة يعني يغلب عليها التشريع، وفيها أيضا كثير من القصص المتعلق ببني إسرائيل، وهذا القصص في طبيعته تشريع أيضا، لكنه تشريع لأعمال القلوب، لأن التشريع فيه جزء الأمور، تشريع لأعمال الجوارح هو الذي يتعلق بالمعروف من الحلال والحرام وما يدور على الأحكام الخمسة، الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، وذلك فصل فيه الكلام في الآيات التي تحدثت عن الزواج والطلاق وبناء الأسرة، من مثل قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآيات يعني تقريبا حزب واذكروا الله، هذا كله تقريبا في التشريع إلا قليلا، إلى آيات الربا وآيات المداينة، وهذا كثير، هذا يتعلق بعمل الجوارح. وأيضا قبل ذلك الحج ورمضان، كل ذلك له تشريع في سورة البقرة. فعلا أصول التشريع تقريبا تكاد تكون مجتمعة في سورة البقرة. القصص الذي دار حول أحداث بني إسرائيل بشكل خاص، وما يتعلق بموسى مع قومه بالأساس، قلت هو تشريع للقلوب من حيث الإقبال والإدبار على الله عز وجل، والطاعة وعدم الطاعة، وقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، بينما المؤمنون من هذه الأمة في آخر السورة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه التقابلات الموجودة في سورة البقرة مهمة جدا في تربية المسلمين، تربية القلوب على الطاعة، ولذلك قلت هذا تشريع الحقيقة يبين حدود الإقبال على الله عز وجل وحدود الإدبار، أي ما هي الحدود التي تعتبر أنها مؤثرة على القلب فسادا أو صلاحا، وهذا كثير منه يستفاد من القصص القرآني، وفي سورة البقرة من ذلك كثير. والتسمية البقرة ترجع إلى قصة حدثت لبني إسرائيل مع موسى، ولكن هذه القصة ليست مقصودة من حيث هي حدث، بل مقصودة من حيث هي حكم عالية رفيعة تحكي أولا هذه الحكام طبيعة اليهود وما ينبغي للمسلم في أي زمن كان أن يعرفه عن طبيعته، ثم تحكي ما يجب على الإنسان أن يعتقده من طبيعة العلاقة بينه وبين الله عز وجل. فقصة البقرة التي كانت أساس التسمية، علاش تسمت البقرة بقرة، أن بني إسرائيل حدثت فيما بينهم جريمة قتل، هما 12 قبيلة 12 نقيبة، 12 القبيلة من بني إسرائيل يرجعون إلى أبناء النبي الصالح يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وحدث في زمن موسى فقد سيدنا موسى أن واحد فيهم قتل واحد، فما كان إلا أن أصبح يومون وجد قتيل بين الناس، شكون اللي قتلوا؟ ما علم القاتل، قاتل مجهول معروف. فكانت بنو إسرائيل من كثرة تعنتهم وتمردهم تسأل موسى السؤالات الصالحة والطالحة
كانوا كيسولوا الحاجة اللي مزيان يسولوها، كيسولوا الحاجة اللي ماشي من الأدب أنهم يسولوا عليها نبي الله عز وجل موسى. وهذا السؤال هذا هو من الأسئلة اللي ماشي هي من الأدب أنه يتسول عليها موسى عليه السلام. جريمة وقعت، كان أولى أنه يقوموا بمناهج التحقيق والبحث عن المجرم. لما؟ لأن الأمر يتعلق بتشريع اللي ما بعد موسى. موسى سيموت وقد مات عليه الصلاة والسلام، فلما تقع الجريمة بعد ذلك من يخبرهم عن المجرم؟ فلابد أنهم يسولوا على التشريع، كيف العمل إذا وقعت جريمة؟ حل هذا السؤال، وهو السؤال الذي تحته عمل، وكل علم ليس تحته عمل فهو باطل. المشكل أنه بنو إسرائيل كانوا يسولوا أسئلة معنيتة ومعنيتة ومتعنيتة أيضا، ولذلك الله عز وجل كان يعاقبهم من خلال أجوبته إياهم، يعطيهم ربي عز وجل جواب ولكن الجواب في عقوبة، وسنبين هذا بحول الله عز وجل في بعض أمثلته. لكن قبل ذلك أعود إلى زمان رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استفاد هذه الحكم من كتاب الله، وعرف بأنه كاين الأسئلة اللي كتسمى أسئلة ديال الأدب وأسئلة اللي ماشي أسئلة ديال الأدب، وكان لا يفتأ يربي الصحابة والمسلمين بعده على كيفية السؤال، يعرفوا يتأدبوا مع رب العزة حينما يسألون عن الأمور التي تتعلق بدينه. فكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يسمع متى الساعة وقاشة تقوم الدنيا، كان يكره أن يسمع مثل هذا السؤال، بل كان أحيانا يغضب عليه الصلاة والسلام من أسئلة بعض الأعراب من البدو، من الذين لم يعاشروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأدبوا بأدبه. من ذلك مثلا أنه مرة جاء أعرابي ودخل المسجد ووجد النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، وقال له يا محمد عليه الصلاة والسلام أين ناقتي؟ هو الأعرابي وضر الناقة دياله، أرخها الجلاد وجاء هو يسول النبي صلى الله عليه وسلم فين الناقة ديالي، وكان أولى اللي وضر الناقة يمشي يقلب عليها. الله عز وجل يرسل رسولا من فوق سبع سماوات كتنزل الرسالة باش يجي يقلب لك انت على الناقة ديالك. الرسالة القرآنية أمر كوني كبير، ومن الجهل والغباء أن نسخر القرآن لمثل هذه التفاهات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى تربية الناس على أن تجيبهم على مثل هذه الأمور تربيهم على الكسل والخمول والتواكل وعدم الاهتمام بالأخذ بالأسباب المادية التي طبع الله عليها هذه الحياة الدنيا. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، والأمة ما أوتيت إلا من الفهم السيء للتوكل حيث انحرف وتحول إلى تواكل. بدأوا الناس جالسين كيتسناو الشتا تطيح لهم بالمال، وطبع الكسل كثيرا من الأجيال مع الأسف. فكان أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الأعرابي الذي سأله أين ناقتي، وصعد المنبر وخطب الناس وقال سلوني سلوني سلوني، وجعل يكررها عليه الصلاة والسلام. ورأى الصحابة في وجهه عليه الصلاة والسلام الغضب، فلم يستطع أحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قام أحد الجهال وقال أين مقامي، يعني غدا يوم القيامة فين يكون مضعي، فقال له في النار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوري إلى جانب جدار المسجد، أوري النار والجنة. قال فإني لم أرك اليوم في الخير والشر قط، يعني الله عز وجل كشف له عن حجاب الغيب المستقبلي، وأراه ذلك الرجل الذي سأله وأراه موقعه من الجحيم والعياذ بالله. وقام رجل آخر من الصحابة وقال يا رسول الله من أبي، كان يسمى عبد الله بن حذافة. قال أبوك حذافة، هذا كانت عنده مشكلة، هذاك عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كانت عنده مشكلة من اللي كان صغير، كان إذا خاصم عير بأمه، ما كينسبوش لبا، كيتهمو لأمه بالزنا، والتعقد من اللي كان صغير ما بغاش ينساها. فجات المناسبة بالنسبة له ليتحقق فعلا هل أبوه حذافة أم لا، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبوك حذافة عاد ارتاح. وفي القصة تفصيل، نأخذ الآن غير شذرات لأن الوقت لا يسمح لتفصيل ذلك، نعود إلى ما نحن فيه. حينما احمرت وجنة النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه وبدا الغضب شديدا على وجهه عليه الصلاة والسلام، بارك عمر على ركبتيه سيدنا عمر، وبدأ يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سكت، فقال للناس دعوني ما تركتكم،
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أنبياءه، كثرة السؤال في حد ذاتها ليست مذمومة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذم من يسأل عن دينه، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما كثرة سؤالهم أنبياءهم فيما لا عمل تحته. حال ذا اللي قال له أين ناقتي، والوفد ديال قبيلة أخرى عربية جاءوا من البادية وقالوا له يا محمد متى الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره هذا، هؤلاء قوم لما يتعلموا أمر دينهم بعد مازال ما عارفين تيصليوا مزيان، كيسولوه لهم على يوم القيامة فوق شي وقع، ما شأنه هو إياه؟ فنظر فيهم وقال حينما يكبر هذا، شوف واحد الدري صغير بينتهم، ستقوم ساعتكم أجمعين. وهذا من الفزاع والإفزاع الشديد، لأنه نفسيا صافي هادوك غادي يرتبكوا. لما يعطيك خبر واحد بأنه تشوف هاد الدري هذا لما يبلغ سن الرشد ويكبر، معنى دياله أنه سينسخ حياتك، انت غتكون مت، تبقى دائما خايف من النمو ديال هذاك الطفل، يولي هذاك الطفل عقدة عندك. وهذا من غير مصلحة الإنسان أن يعلم أي شيء يدل على الوقت بالذات الذي سيموت فيه، أنه كيف شل الإنسان ولا يستطيع العمل وإن كان يريد، وخاوة بغي يخدم زيان الآخرة النفسية ديالو كتنهار. فمن رحمة الله بعباده أن جعل ساعة الوفاة لكل إنسان غيبا مطلقا، وقد يكون الإنسان طريح الفراش على شفا الهلاك ثم يبعثه الله من جديد. ها مرة شفنا كنقولوا فلان شهر رحمة الله عليه شوية راه يبيع ويشري، ولا سبحان الله العظيم أمد الله له في عمره ما شاء الله، شفنا هذا الشيء بعيننا مرارا. والذي كان يحضر مرضه ويعوده سبقه إلى القبر، سبحان الله العظيم، هذه مرارا شفناها سبحان الله. على خطرة واحد السيد مشى يزور واحد المؤمن كان يعني قريب له حتى في السن، سبحان الله العظيم تقريبا هما جيل واحد، ايوا شافوه مسكين يعني لا إله إلا الله ما كيتكلمش كيقطروا له الماء. فمن بعد ما شافوه زاروا تودع معاه خرج وقال له ولده ما شاء الله، قال له فلان مشى قال له حكم عليه بالموت يعني قبل أن يموت. هي الأمارات المادية على ذلك تدل. سيد قاطع الكلام وكيقطروا له الماء وسن متقدم سبحان الله العظيم، تسن وما بجوز كبار. فكان أن أحياه الله عز وجل وكتب له الحياة حتى دفن الذي نعاه، هو دفن ذاك اللي قال مشى، هو اللي دفن سبحان الله العظيم. وما يزال صاحبنا حي يرزق إلى هذه اللحظة سبحان الله العظيم، عجيب باش الله سبحانه وتعالى كيخلي لنا واحد النفس مرتاحين نفسيا. علاش مرتاحين؟ لأنك تبقى دائما أمامك فسحة الأمل للعمل باش تخدم لآخرتك. ولذلك نزل قوله عز وجل في مثل هذا السؤال، عرب سؤاله متى الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى مغلق. وحديث جبريل مشهور قال يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وياك فيها سواء في الجهل بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمها عند ربي سبحانه وتعالى. فكانت بنو إسرائيل تكثر من مثل هذه الأسئلة، وكينها هم سيدنا موسى وكيربيهم، ولكن شو اللي كان خيب فيهم؟ كانوا كيتعندوا معه، كيعرفوا هذه ما كيبغيهاش وكيديروها له بالعاني. ولذلك كان جيل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأجيال الرفيعة عبر التاريخ، من حواريي الأنبياء والرسل، من أفضل أتباع الرسل في تاريخ النبوات جيل ديال الصحابة ديال هذه الأمة، من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعمر بن العاص، يعني جيل رفيع في الأخلاق دياله. ولكن طبعا ماشي لذاته، ماشي لأنه هو هكاك، لا، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد على تربيتهم على أدب القرآن. فجوج ديال المشاهد نذكرهم في السيرة كيدلوا على هذا الجيل ديال الصحابة شحال كان مؤدب. المشهد الأول هو ديال معركة بدر، تكلمنا عليها هنا في هذا المكان في رمضان، لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشير أصحابه في الخروج إلى عير قريش قافلة ديالهم، فقال له أبو بكر أحسن الكلام، وقال له عمر أحسن الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كيتسنى كلام ديال الأنصار، لأنه هما اللي في دارهم، جالس النبي صلى الله عليه وسلم هو المهاجرون، والبيعة اللي كانت قبل ذلك ما فيهاش البيعة على القتال خارج المدينة، فيها البيعة على القتال داخل المدينة، وهذه دابا خارج المدينة. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم من زعماء الأنصار، لعلك تعنينا يا رسول الله، وقيل إلا ركت سننا نحن نتكلموا، قال نعم، قال امضي
بنا حيث أمضاك الله، والله لو خضت بنا عرض هذا البحر أو عباب البحر لخضناه معك، وإنا لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. صحابة تربوا بالقرآن، قرأوا القصة واستفدوا، وما عندوش ماشي يعني بنو إسرائيل كانوا محتاجين للتربية، لا رباهم حتى هما التوراة، ولكن واخا سمعوا الحكمة تعاندوا مع الحكمة غاديين بالضد. الصحابة لا، كتكفيهم الإشارة، غير إشارة يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بغى كيسبقوا ليها. هذا المشهد الأول اللي كيدل على يعني الصحابة كيفاش كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب. المشهد الثاني لما نزل قول الله عز وجل في خواتيم البقرة، وحنا عليها نتكلموا النيت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما نزلت هذه تخلعوا الصحابة، أصابهم الوجل والخوف. علاش؟ لأنه فعلا صعبة، آية لا يطاق تطبيقها، صعبة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، مشكلة في الحساب، يعني ربي يحاسبنا على الكلام اللي خرج من اللسان ولا الكلام اللي دار في خاطرك، غير فكرة جاتك لخاطرك ما تكلمت بها ما طبقتها ما درت بها والو، تحاسب عليها، هذه مشكلة. إذن إذا وقع ذلك فمعناه أنه لا أحد يدخل الجنة على الإطلاق، ما كاينش اللي ما كتجيهش خواطر شيطانية في القلب ديالو، ما يمكنش، مستحيل. خواطر إبليس كتطلقها، مش أنت كتجيبها، ما تشك بها حتى تهجم عليك، أفكار سيئة المؤمن كيدفعها، والفاسق الفاجر يستحليها ويبدأ يفكر لها كيف يصير الخطرة فكرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وكيف يصير الفكرة خطة أو فعلا. كتجي خطرة هيك تخطر لك البال، ثم بعد ذلك الخطرة تصبح فكرة كتبلور وتقاد، كيبان لك هالبدايه هالنهايه كدير ليها، ولكن مازال ما درت والو، فكرة. ثم بعد ذلك من الفكرة تخرج إلى الفعل، وهذا يعني حينما تصبح فعلا هنا تبدأ المحاسبة. فكيف يحاسب الإنسان على الخطرة ولما تكون فكرة؟ وإن تبدو ما في ما تفيد الاستغراق، سواء كان خطرة أو فكرة، كل حاجة اللي راه درت في بالك عليها الحساب صعيبة. فجاء الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكون ثقة على هذه الآية، جاتهم ثقيلة بزاف، والقرآن ثقيل فعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جرهم الأدب، أنا مؤدبا أدب مع الله تعالى. هذه آية نزلت، كيف تردون آية نزلت من عند الله رب الكون؟ هذا الشيء اللي بل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما شافش هو الآية ثقيلة ولا مش ثقيلة، رأى شيئا واحدا: الآية نزلت من عند رب الكون، كيف؟ ويل من رد آية نزلت من عند رب الكون. قال لهم: بل قولوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بل قولوا سمعنا وأطعنا. ما تديروش بحال بنو إسرائيل، لا تكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. عاد ديك ساعة تنبهوا الصحابة فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، استغفروا ربهم على ما فرط وسبق منهم من اعتراض. كانوا يعني جاتهم ثقيلة وجايين يشكيوا يطالبوا بالحقوق، كما هو الحال في هذا الزمن مع رب الكون، رب الكون غفرانك ربنا. ندموا علاش كاع يقولوا هذاك الكلام. فنزل العفو من عند الله، ونزل قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء العفو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، يعني الحساب على الكسب وهو العمل، وعليها ما اكتسبت، راه ما كاين لا فكره لا خطره، ما تحاسبوش على داكشي، الحساب سيقع على العمل، واخا يدور في بالك داكشي اللي بغى يدور في بالك، ما حد ما ولا خدمه ما عليك حساب، رحمه كبيره. وهذا مشهد من المشاهد الجميله التي تبين رقه قلوب الصحابه. غير النبي صلى الله عليه وسلم شار لهم، هذا معنى رفيع، معنى ديال الادب، واحد الادب عالي بزاف، ماشي ساهل يوصلوا بنادم، يعني ماشي ساهل يوصلوا ويفطلح حتى بالفطنه حتى بالعقل، لولا انها النبوه. قالوا: مردوا البال عندكم، هذا راه رب الكون كيتكلم معكم، عندكم تردوا شي حاجه ولا تشكيوا من شي حاجه خليه، حتى ربي عز وجل هو من عنده سبحانه وتعالى يكتب لكم الرحمه وتنزل. انتم قولوا سمعنا واطعنا، ما قديتش طبق واخا ما قديت شيء، والله عز وجل ما غاديش يعذبك، ما غاديش يخليك تدير واحد الحاجه اللي فوق الطاقه ديالك، كما هو في قصه ابراهيم حينما امره الله عز وجل عبر الرؤيا ان يذبح ابنه. واش هذه فوق الطاقه ولا ماشي فوق الطاقه؟ طبعا فوق الطاقه، فوق الطاقه ونص، ولكن مع ذلك اجتهد واخبر ابنه وقصد، فعلا قصد بالنيه وعزم
وبدأ التنفيذ. فلما أسلما وتله لجابين بدأ التنفيذ، وهو كيجي الفرج وفديناه بذبح عظيم. عجيب، الله سبحانه وتعالى يختبر عباده، ماشي كيختبرهم باش يعرفهم هو كي داير، لا، هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه واسع محيط. لا، اختبارنا نحن بني آدم لنعلم ما نحن. شحال من واحد كي يقول لا أعطاني ربي الفلوس غادي نصدق ونزكي، ما كيكونش كيكذب، لا صادق، ولكن فين عنده المشكلة؟ المشكلة هو ما عارفش راسه، كيسحب له راه فعلا فيه ديك القوة، من اللي كيعطيه ربي عز وجل الفلوس كيتلف طف. فربي تعالى يمتحنه باش يقول له شوف راسك انت، عرف راسك اللي راك ما تسواش، وراه من رحمت ربي تعالى انه لطف بك. ولذلك الابتلاء لنعلم نحن مواقعنا وقيمنا ومستوانا الايماني. بنو اسرائيل كانوا معاكسين ومشاكسين ومعاندين لنبيهم موسى عليه السلام. وهنا كنديروا الان مقارنه بين الصحابه وبين اتباع النبي موسى عليه السلام في قصه البقره. ولذلك كان السؤال ديالهم، سؤال بني اسرائيل نبيهم حول القاتل، هذا من الاسئله المعنده، مما كان ينبغي ان يساله نبي. قتلتوه قلبوا على القاتل انتم، ديروا مناهج ديال البحث البشريه، لان هذا امر موكول الى الانسان وليس موكولا الى النبوه. النبوه هاديه تتوضع طرق ديال العمل وديال التدين. فلما سألوا ذلك السؤال سأل موسى ربه، وكان عارف موسى، عارف طبيعة ديال بني إسرائيل كيف يدير، سأل ربه ذلك. فلما سأل ربه ذلك قال الله عز وجل قل لهم يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه جاءت بهذا السبب أنهم سألوا موسى عن القاتل. وإذ قتلتم نفسا، هذه من بعد، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لما قتلتوا نفس بيناتكم فدارتم اختلفتم وتخاصمتم، شي كيقول انا انت الى اخره، ومن الذي كان يطالب بدمه؟ قاتلوه، بن عمه هو اللي قتلو، بن عمه قتلو كيطالب بالدم ديالو، شد في سيدنا موسى، قل لي شكون اللي قتل لي ولد عمي؟ هو اللي قتلو. اليهود كي دايرين سبحان الله العظيم عبر التاريخ، والله مخرج ما كنتم تكتمون، داك الشيء اللي راه مخبى عنده الدخله يطلعوا ربي عز وجل. ولكن خص امتحان واختبار، لانهم سالوا ما لا ينبغي ان يسالوا عنه، ما وجب أن يبحثوا فيه هم أنفسهم، هم المجرمون. فلما سألوا هذا يخلصوا، وهي قربان يقدمونه لله عز وجل عبادة وخضوعا واستغفارا عما فرط منه، وهو ذبح بقرة. طبعا بنو إسرائيل ماشي سهل باش يقولوا نعم من اللحظة الأولى، لأنهم عمرهم ما ولفوا يقولوا نعم، هما اللي قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ما ولفوش يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كاين غير عصينا. ولكن الآن حاصلين، ها هو الميت طايح، خصهم يعرفوا الجواب. ولذلك لانوا قليلا، ارطبوا شوية ولكن مع قلة الأدب، ارطبية مع قلة الأدب. وذلك أنهم ردوا على موسى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا من أسوأ الأسئلة. علاش؟ علماء الأصول أصول الفقه كيسميوا هذه العبارة ديال البقرة مطلق، أي بقرة كانت تجزي، اذبحوا بقرة ناكرة مفردة تفيد إطلاق المعنى على أي بقرة كانت، شارفة ولا صغيرة عجلة ولا وسط حمراء ولا بيضاء ولا كحلة مريضة ولا صحيحة كما كانت، كل ذات ينطبق عليها اسم بقرة فراها مقبولة. بقرة يكون قال لهم اذبحوا البقرة، يعني يوحلوا فعلا تما غيكون عندهم الحق أن يقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لأنه حينما عرفها صارت بقرة معينة بالذات ماشي أي وحدة. ولكن ربي تعالى سهل في الأمر الأول، اذبحوا بقرة، أي بقرة، شوفوا ليكون كان فيهم شوية ديال الأدب مع الله، شوفوا أرخص بقرة، شي وحدة اللي ما بقى صالحة والو، ويذبحوها ويقبلوها الله عز وجل. ولكن تعنتوا، ما مولفينش، قلت يطبقوا أمر سيدنا موسى بسهولة، صوم يتعنتوا يتعندوا مع سيدنا موسى. قبل أن نتم القصة، القصة فيها تفصيل، نرجع إلى المعنى، علاش تسمى سورة البقرة البقرة؟ ماشي لأن فيها ذبح بقرة، لا، سورة البقرة سميت كذلك لأنها تتضمن أدبا رفيعا مع الله، تتوضع لنا الخطوط العريضة للتأدب مع رب العزة في العقيدة وفي الشريعة. ولذلك قلنا في البداية السورة فيها عقائد وقصص، وفيها تشريعات تتعلق بالحلال والحرام، وفيها معنى عميق جداً
وهو الأدب الذي يؤخذ من قصة البقرة. خلاصته خلاصة دي هذا الأدب هو سمعنا وأطعنا. ولذلك وردت الأحاديث في عظمة أواخر الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بقراءة أواخر الصورة لله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه. علاش؟ لأن فيها أداب، وفيها القصة اللي ذكرناها قبل قليل ديال الصحابة حينما قالوا سمعنا وأطعنا. قصة ديال البقرة كلها مختصرة في هذه العبارة ديال سمعنا وأطعنا. إذا وصل المؤمن إلى هذا المقام الإيماني أن يقول لرب العزة سمعنا وأطعنا، راه قرأ سورة البقرة وخا عمرو ما حفظ فيها ولا سطر ولا آية، قرأ سورة البقرة. لأن المغزى ديال سورة البقرة أن يصل بك الأمر في إيمانك أن تقول سمعنا وأطعنا. حينما تجيب الآية القرآن من بداية إلى نهاية سمعنا وأطعنا فأنت عبدون، تربى بأدب الله. ولهذا السر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر من يحفظ سورة البقرة على قبيلته، يعطيه الإمارة من يلقى حفظ سورة البقرة. جاء واحد الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم من القبائل العربية البعيدة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وأي وفد جاء كيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم كيجعله أمير على تلك القبيلة. وكان يؤمر أفقه الناس، إنسان اللي معاه علم، وبدأ يسأل الناس من تلك القبيلة ما معهم من القرآن. حتى وقف على فتى واحد شاب صغير، قال له ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا ومع خربي ديال الصور. قال وصورة البقرة. قال أمعك صورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. شي واحدين كيسحب لهم لأنها طويلة، لا لكون كانت طويلة، لكون كانت مسألة الطول راه يتصنطلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال معي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، ثلاثة ولا أربعة الصور الأخرين غادي يضاعف صورة البقرة في العدد ديال الآية، ليس لطولها ولكن لما فيها من هذه الحكم العجيبة. لأن من قرأها حقا وصدق الله فيها في قراءتها وتأدب بأدبها كان من الربانيين، ولا يكون إلا من الربانيين، لأنها تعالج في الإنسان أسوأ الأخلاق، كتعالجهم في الإنسان والدوي، وهي على خلاف سورة آل عمران. زين ندير هنا واحد مقارنة خفيفة. آل عمران سورة تتعلق أساسا بالنصارى، كلام فيها كثير على عيسى عليه السلام والحواريين من قومه، بينما سورة البقرة على موسى عليه السلام وقومه. ماشي معنت أنه سورة آل عمران ما فيهاش كلام على موسى وبني إسرائيل، فيها، ولكن المحور الغالب آل عمران، وهذه المحور الغالب البقرة، أي قصة بني إسرائيل، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل، هذا من الأسماء التي سميت بها البقرة المنقولة سورة بني إسرائيل. فمشاكل النصارى كانت تتعلق بغلو، كيطبقوا الدين بواحد الشكل فيه غلو، كان لهم غلو في أمرين، وهذا النقيض تماما ديال اليهود. باش تعرفوا سبحان الله العظيم الدين ديالنا كيفاش داير، جاي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وساطة. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، الاخرين أي النصارى قالوا أطعنا ولكن زادوا فيه غلو، والغلو ديالهم كان في شكلين أو صورتين، غلو في التدين وإلزام ما لا يلزم، لزموا نفسهم شي حاجة ما لزمش، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه فما رعوا حق رعايتها. علاش؟ لأن تكليف ما لا يطاق مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كتكون غادي القافلة ديال الجمال ولا ديال البهايم كيف ما كانوا مسافرين زمان، واحد بوحدو معزول في الطرف، اش كيوقع له؟ كيتوخر حتى كيغبر على الناس. القافلة وصلت الشغل ديالها، إلا غادي تقاتل في سبيل الله ولا تبيع وتشري، لما مشات مشات راه تقضي الغرض، وداك اللي معطل ما قضاش الغرض، ما قضاش الغرض، اشنو دار؟ دار جوج ديال المفسدات، لا ظهرنا أبقى، ما خلاش داك الجمل ولا ديك النقل واحد آخر يركب عليه يقضي به الغرض، ها مفسدة، ولا أرض انقطع ولا هو قطع المسافة ووصل، ها مفسدة أخرى. فإذا لما الإنسان يكلف نفسه فوق الطاقة راه ما يوصف، كيوقع له بحال ذاك المنبت لا ظهر أبقى ولا أرض انقطع، وهو واقع النصارى قديما وحديثا. الله عز وجل كلفهم تكاليف في الطاقة، يعني في طاقة الإنسان، اللي كنت تبقوه ما زادوش لا وصلوا، ولكن هما زادوا جاهم ذاك الشيء قليل، والله عز وجل اللي كلفهم يعلم طبيعة الإنسان وقدرة تحمله. والزيادة في التشريع على ما شريع فيه استدراك على الخالق عز وجل المشرع، على أنت كتولي تفهم على ربي راه ما فهمش سبحانه وتعالى، وهو العليم ولا ينسب إليه الفهم. الفهم منك، والفهم يقبل الخطأ والصواب، والعلم منه، ولا يكون التشريع إلا بعلمه،
ولا يكون التطبيق إلا بفهمك. فكان الأولى الإنسان يطبق بعلم الله سبحانه وتعالى. والغلط ديال بني إسرائيل من النصارى، لأن النصارى هما يعني جيل تاني ديال بني إسرائيل، منهم خرجوا هؤلاء النصارى حينما ترهبنوا وانقطعوا عن الدنيا البته. الله عز وجل خلق الإنسان للدنيا باش يختبروا في الدنيا ويعبد الله بالدنيا، يعبد الله بالزواج كما يعبده بالصلاة، ويعبده بالأكل والشرب كما يعبده بالصيام، ويعبده بالنوم كما يعبده باليقظة أي بالقيام. هادو استدركوا على الله عز وجل وزادوا في العبادات والطاعات ما لا طاقة لهم به. هذا واحد من أنواع الغلو. الغلو الثاني أنهم غالوا في محبة المسيح، حبوا سيدنا المسيح عليه السلام واحد المحبة فوق القياس. علاش فوق القياس؟ لأنه المحبة المطلقة لا تكون إلا لله واحد القهار، ولا يجوز أن يحب أحد شخصا ولو كان نبيا كمحبته ك، يعني المساواة ديال المحبة كمحبته لله عز وجل، ولكن المحبة ديال رقم اثنين بعد محبته لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ك كحب الله. هذه كلا، ماشي معنات أنه ما تحبش الناس، لا حب الناس، يحب الإنسان زوجته ويحب أبنائه ويحب المال ويحب الحياة، زين للناس حب الشهوات مش حرام، ولكن حسن وحب الله أحسن. فإذا المشكلة الذي وقع للنصارى أنهم ساووا بين حب الله وحب المسيح، فجعلوه إلها صافي باش يقدوا الأمور، جعلوه إلها، زعموا له ولدا سبحانه وتعالى، فضلوا بذلك وأضلوا، ضلوا بهذين الأمرين، زادوا على نفوسهم العبادات اللي ما عطاهمش ربي، وأحبوا المسيح كحبهم لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن المحبة ديالو الله ما كاينش قدها، أشد صيغة تفضيل ما كاين ما بحالها. عاد كتجي المحبة ديال النبوة ثم 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 وهي غادي كتنزل حتى تولي المحبة ديال المتاع ديال الدنيا. نعم زين للناس حب الشهوات، حتى الحب الشهوات هو الخير، ولا يجوز للمؤمن أن يزيد بعد ذلك شيئا، إن فيما يوصل حب المحرمات، بينما المحرمات يجب أن يكرهها ويبغضها كما يكره أن يلقى في النار. فشو سبحان الله العظيم، بنو إسرائيل شكل والنصارى شكل، وحتى واحد ما قبل الطريق غير المغضوب عليه، لأنه تعندوا مع ربي مع سيدنا موسى مغضوب عليه، وهل الضالين بغوا يقبطوا الطريق الصحيحة وما يقبطوا العوجة باش بالزيادة فرصهم، كنقولوا الزيادة من رأس الأحمق فعلا. والله عز وجل قال لنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما كاين غلو لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، لا عندها مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا مع رب العزة، ولا غلو في سيدنا محمد ولا في الدين ديالنا. وهذه هي سورة البقرة باختصار، هذه هي سورة البقرة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من شاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.